معلمتي، هل يمكن أن نتعرض لمشكلات قانونية خلال استخدام شبكة الإنترنت؟ نعم، إذا أسأنا استخدامها أو ارتكبنا إحدى المخالفات التي يعاقب عليها القانون. مثل ماذا؟ هناك الكثير من المخاطر التي قد نتعرض لها أثناء استخدام الإنترنت، لذلك علينا الحذر دائماً، وعلينا تجنب الوقوع في مشكلات قانونية بسبب الاستخدام غير المسموح للبرامج والمعلومات. كيف يحدث ذلك يا معلمتي؟ يحدث ذلك على سبيل المثال عند تحميل برامج من مصادر غير موثوقة واستخدامها دون ترخيص، وهذا أمر يعرضك للمساءلة ويعرض أجهزتك الإلكترونية للخطر. لذلك عليك دائماً أن تستعين بأحد والديك أو بمعلمك للحصول على البرامج من مصادرها الصحيحة وعلى تراخيص الاستخدام المناسبة. شكراً على المعلومات المفيدة. يسعدني أنكم استفدتم يا أطفال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعلمنا في درس اليوم أن علينا الحذر دائماً وتجنب الوقوع في مشاكل قانونية بسبب الاستخدام غير المسموح للبرامج والمعلومات، وأن تحميل برامج من مصادر غير موثوقة واستخدامها دون ترخيص يعرضنا للمساءلة ويعرض أجهزتنا الإلكترونية للخطر. ابقوا بأمان. إلى اللقاء.